السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طلابنا الأعزاء من مدارس المنتزه الخاصة، معاكم أستاذة مي شومان من الصف الثاني الابتدائي قاعة أورنج. كتبنا عن بعض الاكتشافات والاختراعات والعلماء. شمس، ممكن تقوليلي مين المخترع اللي كتبتي عنه؟ معلش اسمع صوتك أعلى. توماس إديسون. اخترع ايه توماس إديسون؟ لارين، ممكن تقوليلي كتبتي عن مين؟ مش سامعة حبيبي، معلش. الحسن بن الهيثم. الحسن بن الهيثم ده عالم عربي صح؟ تعرفي اخترع ايه؟ برافو عليك، اخترع الكاميرا. عمر، انت كتبت برضو عن عالم تاني، عالم فلك، اسمه ايه؟ البيروني. البيروني عرف ايه؟ اكتشف ايه؟ ان حجم الشمس اكبر من حجم الارض. برافو عليك. طيب كارما، ممكن اعرف انت كتبتي عن مين؟ كتبت عن الاخوين رايت. الاخوين رايت. طب دول اكتشفوا ايه او اخترعوا ايه؟ اخترعوا اول طائرة تطير في العالم. اختاروا اول طائرة تطير في العالم. طيب فاطمة، انت كمان كتبتي عن عالم عربي، مين هو وتحديدا مصري، اسمه ايه؟ احمد حسن زويل، الحاصل على جائزة. طيب هو حاصل على جائزة نوبل عشان اخترع ايه؟ اخترع الفيمتو ثانية. وبكده طلابنا الاعزاء عملوا زي بحث عن بعض العلماء، وبحب اشكرهم، وان شاء الله نتقابل في نشاط تاني من الصف الثاني الابتدائي قاعة أورنج من مدارس المنتزه الخاصة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.